كورنثوس الثانية 12. ما يناسبنيش اني افتخر لاني باجي المناظر الرب واعلاناته. اعرف انسان في المسيح من 14 سنة فاتت يكون في الجسم مش عارف ولا برا الجسم مش عارف، الله يعرف، اتخطف ده للسماء التالتة. واعرف الانسان ده يكون في الجسم ولا برا الجسم مش عارف، الله يعرف. هو اتخطف للفردوس وسمع كلام ما يتنطقش بيه ومش مسموح لانسان يتكلم بيه. من ناحية ده افتخر، ولكن من ناحية نفسي ما افتخرش غير بالضعفات بتاعتي، لاني لو حبيت افتخر ما بقاش غبي لاني بقول الحق، ولكني بتجنب كده عشان ما يفتكرش حد من ناحيتي فوق ما بيشوفني وبيسمع مني. وعشان معلاش من كتر الاعلانات اتعطيت شوكة في الجسم، ملاك الشيطان عشان يلطمني عشان معلاش. من ناحية ده اتضرعت للرب 3 مرات انه يفرقني، فقال لي كفاية عليك النعمة بتاعتي عشان قوتي في الضعف بتكمل. فبكل فرح افتخر بالاولى في الضعفات بتاعتي عشان تحل علي قوة المسيح. عشان كده افرح بالضعفات والشتايم والضرورات والاضطهادات والضيقات عشان خاطر المسيح، لاني لما انا ضعيف فوقتها انا جامد. بقيت غبي وانا بفتخر، انتوا اضطرتوني لانه كان مفروض اتمدح منكم عشان ما نقص حاجة عن الرسل المتفوقين، ولو كنت مش حاجة. علامات الرسول اتعملت بينكو بكل صبر من خلال معجزات وعجائب وقوات، لانه ايه هو اللي نقصتوه عن كل الكنائس غير ان انا ما تقلتش عليكو؟ سامحوني على الظلم ده. اهي المرة التالتة انا مستعد اجيلكو وما تقلش عليكو، لاني مش بدور على عندكو لكن عليكو انتو، لانه مش مفروض ان الولاد يحوشوا للابهات لكن الابهات للولاد. واما انا فبكل سرور اصرف واتصرف عشان خاطر نفوسكو، ولو كنت كل ما بحبكو اكتر بتحب اقل. فليكن، انا ما تقلتش عليكو لكن عشان كنت محتال اخدتكو بمكر. هو انا طمعت فيكو بحد من اللي بعتهم لكو؟ طلبت من تيتوس وبعت معها الاخ، هو تيتوس طمع فيكو؟ مش مشينا بنفس الروح الواحد؟ مش بنفس الخطوات الواحدة؟ تكونوش فاكرين كمان اننا بندافع قدامكو، قدام الله في المسيح بنتكلم، ولكن الكل يا حبايب عشان خاطر البنى بتاعكو، لاني اخاف لو جيت ما لقيكوش زي ما انا عايز وتلاقوني زي ما انتم مش عايزين، ان يبقى في خصومات وحالات حسد وحالات نمرضة وتحزبات ومزمات وحالات نميمة وحالات تكبر وحالات تشويش، ان يزلني اليه عندكم لو جيت تاني، وانوح على ناس كتير من اللي غلطوا قبل كده وما تبوش عن النجاسة والزنا والدعارة اللي عملوها.